My favorite conspiracy theory عن رفيق الحريري هي لما مات قالوا ناس انه نعتقد سعد الحريري خطط لاختيار رفيق الحريري لياخذ له مصرياته. يا ريت سعد الحريري خطط لاختيار رفيق، كان بعده رفيق الحريري عايش. هالأبخرة سعد. أنا أمي شخص بالصليب الأحمر اللبناني. نحن وصغار كانت تضربنا وتتمرن فينا، تضربنا وتتمرن فينا. نحن للي صرخ نحن كنا كل تنين وسبت سي بي آر، كل تلاتة وخميس بانداج. أنا كنت صلي إنه يا رب ما يتعلم ويطفوا حريق، يا رب ما يتعلم ويطفوا حريق. في عالم مجوزة بطل حدا مسترجع على إيده، ليك المدام هون عملت لي هيك. أوكي هلأ بترجع بتاخدي نوت. ستيب الطلاق كتير بيفيدوا. مارونة أهين تتشيع. ابني هذا ما بتقول عنه نحس، حرام يعني، أنه مش ذنبه، كنت حامل فيه ما خصه يعني، بس أنه في كتير إشياء صارت بتسم البدن بسببه عن جد يعني، كذا حادثة أنه يعني عم حاول ما أقول عنه نحس. مثلاً مرة هو صغير ضيعته بالمول، ضيعته شي 3-4 ساعات، قاموا لقيوه